الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه حلقة جديدة من قصص السيرة بعنوان قصة إسلامي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قد ذكرنا في حلقة سابقة هجرة الصحابة رضوان الله عليهم من الحبشة بعد قصة ذهاب عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وانتهاء القصة بأن النجاشية رفض إعادة المسلمين المهاجرين إلى قريش واستقروا في خير جوار. بعد ذلك أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق هذه الأمة، وكان قبل ذلك رجلا كافرا عنيدا شديد الأذية للمؤمنين، لكن يهدي الله لنوره من يشاء. لا ييأس الإنسان من إسلام أي شخص كان. فلما أسلم عمر امتنع به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام. كان عبد الله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وقال أيضا عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، طبعا لما فيه من القوة والجلد في أمر الله، لذلك يبغضه المنافقون ويلعنونه ويشتمونه. فعن أم عبد الله بنت أبي حثمة قالت: كانت تجهز أغراضها للرحيل إلى أرض الحبشة، وكان زوجها عامر قد ذهب ليأتي بعض الأغراض، فجاء عمر فوقف وهو على شركه. قالت أم عبد الله: هذه قد كنا نلقى منه أذى وشدة. فقال عمر: إنه للانطلاق يا أم عبد الله. قالت: نعم والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. قال عمر: صحبكم الله. شيء عجيب، ليس المعتاد أن يقول عمر مثل هذه الجمل اللطيفة وهو مع شدته على من آمن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول هذه المرأة: ورأيت له رقة لم أرها من قبل، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أظن رحيلنا. فجاء زوجه عامر فقالت هذه المرأة أم عبد الله: يا عامر، لو رأيت عمر وقد أحزنه فيما أرى رحيلنا ورقته وحزنه علينا. قال هذا الرجل وهو عامر بن ربيعة: أطمعت في إسلامه؟ قالت: نعم. قال عامر: لا يسلم هذا حتى يسلم حمار الخطاب. وين لا يسلم هذا؟ ولا يمكن يسلم هذا، لما يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. اللهم أعز الإسلام يعني قوه وانصره واجعله غالبا على الكفر. معنى عظيم جدا كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء ثم يسلم عمر، أمر عظيم جدا، تكاد قلوبهم تتمزق من الكراهية بعض المنافقين على أمير المؤمنين عمر. قال ابن عمر: وكان أحب الرجلين إليه عمر. ما القرابة بينهما؟ أبو جهل خال عمر بن الخطاب أخو أمه، اسمه عمر بن هشام. لما أسلم عمر بن الخطاب قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي، هذا أكثر واحد ينقل الحديث في قريش. فغدا إليه، يعني ذهب عمر بن الخطاب صباحا إلى عند هذا الرجل، ومشى خلفه ابنه عبد الله. فجاءه فقال: أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ جميل هذا يبدو من الصدمة ما تكلم شيئا، صدمة عظيمة، عمر يسلم؟ سكت. ثم ذهب إلى المسجد يعني بيت الله الحرام، فوقف في بابه ثم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، كانوا في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. عمر الخطاب وين؟ عمر الخطاب خلف جميل هذا يقول: كذب ولكني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وثاروا إليه، قاموا إلى عمر الخطاب فصاروا يتقاتلون معه، يقاتلونه ويقاتلهم حتى قامت عليهم الشمس. طبعا بداية الكلام بداية النهار، قامت عليهم الشمس، صار وقت الظهر، تعب عمر فقعد وقاموا على رأسه فقال: افعلوا ما شئتم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل
لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. بينما هم كذلك جاء العاص بن وائل السهمي، قد ذكرنا قصته في حلقة سابقة، أحد المستهزئين ممن نزل فيه قول الله تبارك وتعالى إنا كفيناك المستهزئين. فجاء العاص بن وائل السهمي وهم على هذه الحال فقال ما شأنكم؟ قالوا صبا عمر. مصيبة عظيمة أن يسلم عمر. قال العاص بن وائل فمه رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبكم هذا؟ خلوا عن الرجل. فتركوه وابتعدوا عنه كأنما ثوب كشط عنه. ذهب عمر بن الخطاب إلى بيته خائف، فجاء العاص بن وائل السهمي فقال ما بالك؟ قال عمر زعم قومي أنهم سيقتلونني إذا أسلمت. قال العاصي لا سبيل إليك. قال عمر بعد أن قالها أمنت. مع قوته عمر سبحان الله العظيم، بعد ما قال ما قال هذا الرجل قال أمنت. فخرج العاصي فلقي الناس قد سال بهم الوادي فقال أين تريدون؟ قالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي قد صبأ. فقال العاصي فما ذاك؟ فأنا له جار لا سبيل إليه. فكر الناس ورجعوا. عاصي بن وائل من كبار قريش وعلى دينهم. طبعا العاصي بن وائل السهمي من بني سهم وكانوا حلفاء بني عدي في الجاهلية. فقال ما قال، صارت مشكلة، صارت حرب، يقاتلون معه ما يتركونه حتى لو ما كانوا على دينه. عمر بن الخطاب نعم أسلم، لكن يسلمه قومه لبعض قبائل قريش من يريد قتله ما يسلمونه، حتى هذا حليفهم ما يسلمه. فأول من جهر بالإسلام من الصحابة عمر. عمر يأتي بالترتيب في الأفضلية بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ثم عثمان ثم علي. ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أدع مجلسا جلست في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام. فأتى المسجد وفيه بطون قريش متحلقة حلق هذا، فجعل يعلن الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا أعظم منكر عند المشركين. فثار المشركون وقاموا إليه يضربهم ويضربونه. فلما تكاثروا عليه خلصه رجل، العاص بن وائل السهمي، نفس الرجل، ولم يسلم العاص هذا. هذه قصة إسلام عمر، قصة جميلة وفيها فوائد وعبر. ومن أهم الفوائد لا ييأس العبد من إسلام أي شخص كان. أنت عليك أولا أن تتعلم الإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان هو عليه وأصحابه. ما عليك من افتراق الناس واختلاف الفرق واختلاف هذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ثم تعمل به ثم تدعو إليه. يهدي الله ويوريه من يشاء. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من هذه السلسلة، وأنتم بخير بإذن الله تعالى. أشكرك على مشاهدة المقطع، ويسرني إعجابك به وتعليقك عليه واشتراكك بالقناة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.